هدي هر جبي شور رقمدو هل جيد لقيتك هر جيد لقيتك أو أي كاق حضا ديغان كي هي مغالا ديبا تاس أو جيد أيام ساكا يدكون نمي واوحي هل كان قرد عاي إيو عولي اسكن چيدا قولا دا آر يو دا مغالا دا كو عصلا لنو كياناي وحبان عصلا مال ديگناي مسوريون وغهر يبلا سابكو قبل كساحل علي عبد عبد الله يسدو كلاي مايرك عيانك الدقمة بربراء نور عبد الشامع نور عدة مايرك الدقمة الشيخ إنجنير إسماعيل حسين علي مايرك عيانك الدقمة الشيخ يسدو كل حقيها فرين تدولة وسوي الدقمة الشيخ ومن الصبح دي هوري ساكا سفر وقام بحي الدقمة الشيخ سفر كاسوي كتجين الدقمة جود وين وكم إذا دقمين كهوس ما دقبل كنا ساحل ومدوين كودن بيجي كسر نايين جبهته بيسني وحنا مامل كان كلما كلا دوين إلا قاتن أبشر قيبه إذا كلا دوين أقول لكن الدقمة جود وين مامل كيسود وكله وضياش ويل كي وحجرتك تسوي أكور كريان حالة ده أي كسر بينهين أدتك أقول لكن ديجانة ده سي يسود وكله الدقمة جود وين يدمان بديجانة ده يحكوته الدقمة جود وين ورنا وحالك أسي مامل كور بحين كسيجي قدوميها جود وين يسود وكله ميت كمدا وذي لقمات كدقمة جود وين وحنا هذا لون ذي كمدها سكر ذي الدقمة تاسه حال العادات وكتها عند الدقمة ما دام هراء الوجور هي المحل هاي ذي عيد الأبابلن وشوف هذه هاي قلم بورتنج على الباح كدمنا يسوى وهالكلام كله عي أفتوب المحل هاي ذي بقى أفتوبي لما الإرجاء وها محاي هذا يكسر ذي وبد ماينا يعني مع إذا كغرقة يسرى كيلة نكد منا إذا كغرقة يقول هالك سود دقين هالك سود دقين إذا كغرقة مقالة دش ذي أي مقالة دقين لنا أي عفش ذي أي كبا غير قبين دتكو إذا يقول هذا شنو سود دولان راح كذا عي دقمة وفنتي دتك ما تلاها كبا لك عي يقول كقبا عفشي تاسا غير دانت قبل كمرك اي غادي دوميها اي ما ما يركوجنكبا ايو المملكه الشيخ با اي اي غرمد كو هو شو صعود كود اها اني سو ايغان حالدا تاغن وفتيغان ما غيب سنا اما شيخا هاتو اما بربرها هاتو اما هلكنها هاتو هدي وبرر صاحب كي هجامين أيوه ملا ملا خلهم ملا إسقي به هجامين أيه هل خاصال لقيه مي هل خاصال لقيه مي ماها أنا بوها أنو لهنا قلنا ده سير بورات كي هدي هر جبي شور رقمدو هل جيد لقيتك هر جيد لقيتك كم عنا هدو حويان إذا ما بورا لواتي هيني جبي جبور تمركي شور رقمته هر كي دوجي هر كي سموقان ماي marka anagu sheegimayno degmo sheegimayna halka waftiga uu bare saabku hoggaaminayo gobolka saaxil iyo degmooyinkiisa waa idin soo dhoweyneyna imaatinka halka noogu timaadeena ilaahay baa mahad leh waa idin ka mahadcelinayna halkanu bare saab hadaanad horu iman dewarkeedaad haysaa degmooyinka hoostaga ساحل وقوضة وقبالية وحيقة حقا كونفورتا وليبا وها هل كانوا ديغان كانوا ديو حدود اللي يهي ساحل وان الاه دمان ممرودي چه يطوق دير وغيب سنتلو اود وين يطوق اللي لها برعود داد مرين انت بوحو اللي يهي اود وداق وايدن كسو دوين انا واما هاد سنتين kulayto muhiimada halkan maanta u timaadeen waa wixii halkan ka dhacay iyo culayskan jira intaana intii idin kaga haboonayd waa tiraahdeen waana ku mahadsantihiin waan idin ka mahadcelinayn agesta kale mas'uuliyiintan oo makarafka ka kala dambeeyay ayaa waxay xuseen in meel looga soo wada jamniga guud degmada iyo sidoo kale amniga guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland la wada ilaashado amniga guud ee dalka sidoo kale shiigo hore sheegay saaka waxaan halkan idin ku nimi aan xaaladda halkan ka soo cusboonaatay
waxay sababtay in bulshadi ay barakacdo oo ay ka qaxdo deegaankii iyo magaaladiiba taas awgeed ayaan saakayd ku nimi inaanu bulshadi la kulanno bal xaaladaanu indhaindhayno markaanu xaaladda fahanno aanu dabadna wixii xal aanu moodno ee aan markaa awooddeeda qabanno alxamdulilah rabbil caalamiin saaka markii aanu diinimiba markiiba waxaan la kulannay taliyaha ciidanka ee nabadgelyada halkan jooga qolada RRU de magaalada ku cusbaan leenoo keenay waxbaan isla meel dhignay annagoo markaa eegaynay wax bulshadii barakacday inay soo celin karaa siduu guddoomiye cabdi cali ka dhawaajiyey inay meeshii ka muuqdaan oo yimaadaan runtii idin kara aanu markaa idiin nimaadno idinla hadal alxamdulilah markaa hawshaa saaka si qurux badan bay nagu qabsantay waxbaan isla meel dhignay isla garanay isbeddel intuu doonaba ha leegaade idinkana bulsho ahaan mar haddii odayaashii bulshadu halkan ku dhan yihiin deegaanka goda weyn iyo maamulkiiba halkan degmada ay ku dhan yihiin intay naga maqanna si loo gaadhsiiyo waxaanu doonaynay galabta inaanu idinkana idinnaahno bulshadii iyo dadkii barakacay dib ha loo soo celiyo xaaladdu waa nabadgelyo waxbay nagama xuma wixii kale ee tabasha ee intan dheer ee sida demoogtaynimada halkaa ku jira wax tabanaya xaalad kastoo aynu miiska wadahadalka lagu keenayo si nabadgelyo arrinkaa lagu dhammaynayo waynu soo dhoweynna haddii la hadh iyadana waxaa jirta xildhibaano maantaba isu xilqaamay oo hargeysa ka hadlo ilaahay baa mahad leh ilaahay nabadda haynoo siyaadiyo ilaahay mataqaanaa nimcadaa rookunis ilahay haynoo siyaadiyo ilaahay sharoodan haynaga hayo ilaahay gooda baan sharoodan ka hayo insha allahu tacaala saaka waa guddoomiyaha gobolka aynu hogaaminayay waxaanu u soo baxnay inaanu dareenkiina la qaybsanno waxaanu u soo baxnay inaan wada tashanno waxaanu u soo baxnay inaanu xisweydiino waxaan u soo baxnay inaad bal wax kasta oo dhibidii ah waa dhib tayada ah inaad la qaybsanno ilaahay mahadii si fiican oo kal furan oo qalbi furan oo laab furan baa noo soo dhaweysan raggooda waana dhaqanka lagu yaqaanay waana dhaqankii mataqaanaa ee dadka wanaagsan waana dhaqankii dadka saalixiinta ee lagu yaqaanay inay martida sooraan martida soo dhaweeyaan saa noo soorteen noo soo dhaweyseenna ilaahay haydii sooro ilaahay haydii soo dhaweyn insha allahu tacaala talabaad dalkeennu waad dareemaysaan duruufuhu marayo waad dareemaysaan in laysku bahaystay waad dareemaysaan dagaalku ku jiro ee kaga jiro jiidda bari ee dalka ma doonayno in waddanka jiid labaad dagaal laga furo nimanka dhallinyarta ah ee aan qaxa soo arag ee mataqaanaa ee waagii waddankeennu culayska ayaa dagaalada ka socdeen ama yaryaraa ama aan qaxa arag ha wareystaan waayeelka iyo duqeyda ha wareystaan qaxu wuxuu yahay iyagaa yaqaana burburku wuxuu yahay iyagaa yaqaana dhibaato waxay tahay iyagaa yaqaana dhibaato waxaad ku fulan habeen hore iyo xalaba sidii habeen hore sida waxa ugu weyn ee qarankeennu maanta haysta waa nabadgelyo nabadgelyada haddii dhaawac gaadho ama ay faraha ka baxdo qof waliba waxa weeyaan uu garan karaya dhibka ay leedahay marka waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala amniga inoo adkeeyo waxaan halkan ku maraynay wafdi bara saabka hogaaminayo gobolku oo isugu jirta labada degme gobolkeenu ka kooban yahay degmada sheekh oo fulinteedii oo dhan marayso maayirkii ku-xigeenkii iyo xogayihii iyo annagoo ka wakiila anigoo ka wakiila golihii deegaanka amba degmada berbera ama guddidii fulintaba waxaa halkan isna na hogaaminayay bara saabkii odagii gobolka ah oo runtii arrintaan xalitoole ka seexanin markii dhawaaqii soo yeedhay in isfahan waa u dhex dhacay dadkii magaalada degganaa oo saska qaaday ciidankii qaranka ee nabadgelyada u yimeeyay halkan gunti iyo gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka saaxil soona gebagabeeyey cali cabdi cabdulaahi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa aniga oo gobolka ku cusub sidaa la sheegay gobolka oo waxaan joogay imika bil iyo laba cisho bisha iyo labada cisho kulley qorshe haddee waxay qorshaysnayd markaan soo dhameeyo caasimadda gobolka ee berbera howlaheeda inaan deegaanada iyo degmooyinka usoo baxo ayaa ii qorshaysnayd waa ku faraxsanahay inaan maanta degmadii ugu horreysay ee aan imaada ay noqoto go'da
وأهد الدقمة كفر عطي الدقمة الشيخ وقادن ما يينن أولاد يشقا قوي مدو حنو قادن يينن صفر كي يجي الدقموين كون أن هل كان كب بلعبي ومبانو قادن إياه وحن آهد قم حد نقيا وضيا شيء يدد كتيغان كا شقا قضا يرى هل كان كن عضي وصدا لوضا الشيخي وحن إلهي كبر ينا إنو سنة بدقلي إنا قرنا معي وأنا كل ما أنا سألني بتقولي أنا كل ما أنا سألت أنا قلية محو هاي نية قلية هاي إنما ذا النية ودي أنا أراك أنهم شيطان أم با كأذيجي ما أنت ده وح ما أنت يقري أقاطان وأي بورتك عن ده وا 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 جروسي أجروسنتي ده هل كان كي يوحي وقت كان إذا كجري أيه ده تحسن على كت بسيل بس شهيد أيه تحسن على كت مد وانو عيدا كوي مد عيدا كوي من نبتجليو إنه تذكر دجاج كن نبتجلي ديسا مركي أيه عدين ده مقالة النحلة دي تطلع قاعد ترجعها تخص بين نقطة عيدا كوي أمن جو قابل سيها بل أمن قال إلى عليو أنا يصير عليو تحسوك الدعين أيو قيم وحكروا دين ننو بينو جو قذابات العدين وحن أنت بدل لكن كيو وضيع شيء سيدنا كو أركي شري إن هرت دوري لحظلان بين أركي شري بركة عدات العدين بكاسة نو جو قذابات دوا وموافقة دي إنها كانك موقتة عبد الكريم عيسى عبد الله عبد الكريم ستشي تلفيشك عالمي قاعد كبرق أفريقيا دقمة الشيخ.